اوعى تتاكد ان ربنا عاجز. ده ربنا هيبقى يطلع الدين كله ومش بعيد، ده جريء. وربنا قال في القران والايه اللي قراها الاستاذ محمد، هو الذي انصرف له بالهدى ودين الحق ليرب بل يصبره على الدين كله. يعني يصبره على الدين كله ولو كره المسلمون. واقبلت يبقى لازم ان ربنا هيظهر الاسلام على الدين كله. طب انا مش اهل من ظهور الاسلام، ارجع ورا. هنجيب ناس عجب من اليابان ومن الصين ومن روسيا ومن امريكا ومن اي بلد. إن أنت تحج على الله، أنت بقالك 1400 سنة حافظ القرآن طب، ما بتعملش ولا بحرف منه. حافظ تعاليم الإسلام وعباده ومعاملاته وسلوكه وأخلاقياته، رميها ولا ظهرك، وتقول أنا عبد استبعاء ممكن اسما عندا. لكن إحنا عايزين قوم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لما تبقى انت كده، انا سمعت جامد مدير البنك الياباني البنك المذيعه قال ازاي اليابان بعد الحرب العالميه الثانيه قامت في فتره بسيطه وغيرت الدول اللي هي ايه ضربتها بالقنبله الثانيه. بها احنا كنا فاكرين ان الايمان مقتصر على موسى اللي هو اله بتاعهم الحدود او الرد الخلق الجميل. فوجدنا ان الكمال متاح للكل. فنحن شعب نتنافس للوصول الى الكمال في كل شيء. ايه رايك يا رب الكلام ده؟ نمره 2 قال لها احنا بنبني الصناعات الدقيقه ونتميز بها عن باقي الدول لاننا نرى الله عند الصناعات الدقيقه فنتقنها لعجلها. قال لا الراجل بتاع موسى يرى الله في الصناعه الدقيقه. قال لا ده خطير. ده سيدنا النبي بيقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. قال لا يبقى دول بتكون عمل عشان الله يبقى دول بيحبوه يحبهم الله. يبقى ممكن دول يجوا منهم الافراد ويظهر بيهم الاسلام وانت خليك نايم في الطابور ورا في السبنسة. عشان كده بقول احنا عايزين صح، احنا في قوه اسلاميه خطيره، قوه اسلاميه خطيره. احنا نايمين حياتنا كلها بيع وشراء وتجاره وفلوس. احنا بنعبد الناس، لكن ما بنعبدش الله. لو بنعبد الله كفرنا، لو بنعبد الله كنا قرباء منه، كان اهل واحد فينا دعا ربنا يخليه. لكن احنا مفيش حد، حسب الصدق ان احنا بعيدين عن المسجد وبعيدين عن الورث المحمدي. طول ما انت بعيد عن الورث المحمدي انت ما تفرش السكينه، زي ما سيدنا النبي قال اهل بيتي فيكم كسفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. انت خدت الاسلام ببلاش. هو انت عرض عليك الديانات ودرست النصرانيه والمسيحيه واليهوديه والبوذيه وبعدين عجبك الاسلام وانت حددت الدين دي ودخلت فيه؟ ده انت طلعت لابنك اوتوماتيك وابوك مسلم وجدك وانت وراهم مسلم. ما عرضوش عليك الكلام ده. ده انت مش عارف انت مسلم ازاي. ده انت واخد فضل من ربنا عشان الاسلام ده لو عملت ايه ما تتحصلش على ذره منه. عشان تبقى مسلم ما انت تبقى مسلم ايه ده الفضل هو. ربنا بيقول على الكفار ولو اننا نزل اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحجرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يؤمنوا. يوم الاسلام اللي انت اخذته ببلاش انت عارف قيمته؟ ما انتش عارف قيمه الاسلام. عشان كده عمال تعصب تاكل في الاسلام وتاكل في القيم الاسلاميه وعمال تاكل بحقوق الناس وعمال تبلطع وتطاول على اهل البيت وتقول كلام فاضي لانك انت ما تتعلمش.